السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي بينت: اطلعت على مستجدات فيروس كورونا، التنسيقية تناقش مشاريع الطاقة المتجددة، مملكة البحرين في ردها على قرارات المحكمة الدولية لا تأثير للأحكام على النزاع مع قطر، التأمينات الاجتماعية 11 مليار دينار لمد أجل الصناديق التقاعدية لخمسين عاما. وإلى عناوين صحيفة الوطن والتي استهلت: التربية تعلن عن ثلاثة خيارات للعام الدراسي، عودة اعتيادية أو عن بعد أو دمج الخيارين، الأعلى للبيئة، استراتيجية وطنية لجودة الهواء قريبا، الترويج السياحي لمملكة البحرين عبر السفارات. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صدر صفحاتها لهذا اليوم: هيئة التأمين، عجز الصناديق وصل إلى 14 مليار دينار، الدول الأربع تتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على الإيكاو. أما صحيفة البلاد فقد أكدت: في النخير تدرس تخصيص 5 ملايين دينار للتربية، السماح لخريجي الثانوية في العامين الماضيين بالالتحاق بجامعة البحرين. إلى أبرز ما جاء حول الجهود الحثيثة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، حيث لفتت صحيفة أخبار الخليج أن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حضر حملة التطهير الاحترازي التي أقيمت في عدد من المرافق العامة بمدينة عيسى، وذلك ضمن مشاركة سموه في حملات التطهير في مناطق المحافظة الجنوبية. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب عبد المنعم إبراهيم، والذي جاء بعنوان: قوانين اقتصادية لمواجهة جائحة فيروس كورونا. فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال: منذ بداية ظهور جائحة كورونا في العالم، وخلية النحل الجماعية على المستوى الرسمي والشعبي لم تتوقف لحظة، وخلال اليومين الماضيين زادت وتيرة الحركة سواء في الحكومة والبرلمان لمناقشة التدابير الاقتصادية الاحترازية في ظل استمرار أزمة كورونا لأشهر إضافية. وقد قاد جلالة الملك المفدى حفظه الله خلية النحل الاقتصادية بإصدار مراسيم ملكية مهمة، من بينها إقرار تعديلات التقاعد ومراعاة أصحاب المعاشات المحدودة ودمج صناديق التقاعد وعدم الجمع بين المعاش والراتب وربط الزيادة السنوية بالفائض. مرسوم ملكي آخر يتضمن استقطاع 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة للحد من تداعيات كورونا، على أن يتم تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة. طبعا مثل هذه القرارات ستكون محل حوار وجدل سواء في البرلمان أو في الصحافة أو بين المواطنين أو القطاع الخاص، لكن تذكروا أننا نمر بظروف استثنائية صعبة هي مواجهة جائحة كورونا. ليست مملكة البحرين وحدها التي تخوض هذه المعركة، بل كل دول العالم. نشر صحيفة الأيام أن مركز المنامة لحقوق الإنسان قال إن دور وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة مفصلي ورئيسي لإنجاح الجهود الوطنية الاحترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين. بقلم عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين نقرأ مقالا له بعنوان: البنوك العربية وتحديات جائحة فيروس كورونا. فإلى المقال:
دون شك أن انتشار الجائحة شكل تحدياً جدياً للمصارف العربية لجهة تأثيره على الأرباح المتوقعة ونمو التمويل الذي قد يكون محدوداً خلال العام الحالي. تشير التوقعات إلى تراجع في ربحية غالبية المصارف العربية خلال عام 2020، خاصة بسبب تأجيل استحقاقات القروض والارتفاع المتوقع في معدلات التعثر لدى عملاء المصارف. أصدر اتحاد المصارف العربية مؤخرا دراسة اقترح فيها العديد من التوصيات للبنوك العربية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث دعا الاتحاد البنوك إلى المحافظة على ممارساتها المصرفية السليمة وعدم تغيير القواعد المتبعة حاليا للتخفيف من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية والمالية الناجمة عن كورونا، وفي الوقت الذي يجب أن تعمل فيه البنوك على مراجعة وتقييم هيكل استحقاقات وجودة محافظها التمويلية والاستثمارية بصورة مستمرة بغرض اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة، فإنه من الأفضل أيضاً أن تتعامل بشفافية مع أوضاعها المالية وعدم التغطية على حجم تأثرها لكي تخلق أجواء من الثقة والإطمئنان. في إطار حملة فين خير، نشرت صحيفة البلاد أن محافظة العاصمة تواصل توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع غذاؤك في بيتك على الأسر المحتاجة والمتضررين من فيروس كورونا. خطت الكاتبة فاطمة الصديقي مقالا في صحيفة الوطن بعنوان إنعاش السياحة الداخلية في البحرين أولا، فإلى سطور هذا المقال. بعض دول العالم بدأت في فتح باب السياحة واستقبال السواح بعد التعافي الجزئي من جائحة فيروس كورونا، حيث تكبدت معظم دول العالم خلال هذه الفترة خسائر مادية، وقطاعات عديدة تأثرت بشدة من أزمة فيروس كورونا، منها قطاع السياحة. مملكة البحرين من الدول التي تستعد لعودة السياحة العالمية، ربما من الأجدى أن تبدأ أولى خطواتها من السياحة الداخلية ومن ثم استقبال السواح من مختلف الدول. فالبحرين لديها العديد من المقاصد السياحية الجاذبة التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن. قطاع السياحة في هذا الوقت بالذات بحاجة لتكاتف الجهود لدعم السياحة الداخلية حتى تنتقل بعدها إلى مرحلة سياحة إقليمية ومن ثم إلى العالمية من خلال خطة استراتيجية متكاملة وضمانات كافية للوقاية من فيروس كورونا، وبذلك تكون المملكة على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار تدريجيا. السياحة قطاع في غاية الأهمية للدخل والانتعاش الاقتصادي على الجميع من أفراد ومؤسسات دعموا السياحة استعدادا للعودة من جديد أكثر ثقة وأكثر جذبا للسياحة العالمية. نقلت صحيفة الوطن عن جريدة اليوم السعودية أن مصدرا بوزارة الصحة البحرينية أكد أن قرار إلزام القادمين إلى المملكة بإجراء فحص فيروس كورونا على نفقتهم الخاصة والذي لا يشمل العابرين بجسر الملك فهد، مشيرا إلى عدم ورود نص باتخاذ إجراءات جديدة في هذا الشأن حتى الآن. نتحول إلى صحيفة الأيام، حيث بيّنت أن الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا أكد أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب طرحت القضية الخاصة بالمزاعم القطرية بشأن إغلاق مجالاتها الجوية للطائرات القطرية أمام منظمة الطيران المدني إيكاو بعد قرار محكمة العدل الدولية. نطالع من صحيفة الأيام أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أكدت خلال ندوة مستقبل الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين على ضرورة العمل بتوصيات الخبير الاكتواري لمد عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية إلى عام 2086.
لفتت صحيفة الأيام أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت استكمال مرحلة دمج بيانات بطاقة ذوي العزيمة المعتمدة في أنظمة الوزارة مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل تسهيل معاملاتهم. صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي دشن برنامج الوزارة الصيفي الذي سينفذ للمرة الأولى عن بعد باستخدام الوسائل الرقمية للمدارس الحكومية والخاصة بمختلف المراحل الدراسية، وسيفتح باب التسجيل خلال الفترة من 15 وحتى 18 من شهر يوليو الجاري عبر خدمة التسجيل في الأندية الصيفية بموقع الحكومة الإلكترونية. نشر الصحيفة أخبار الخليج أن عمادة القبول والتسجيل في جامعة البحرين أعلنت عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بها من خريجي الثانوية العامة للعامين الماضيين، مشيرة إلى أن ذلك سيكون متاحا لطلبة المدارس الحكومية والخاصة ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني. بقلم الدكتور وهيب الناصر رئيس الجمعية الفلكية البحرينية أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين، نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان إسبار الأمل الإماراتي الفضائي، أمل خليجي عربي إسلامي عالمي. إلى المقال. أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة مقدما على نجاحها في إنجاز مشروع لم تتوقعه الدول المتقدمة مطلقاً أن يأخذ زمامه وتتبناه بلد من بطن الصحراء عمره في استخدامات التقنية لا يزيد على 60 سنة، وإذا بها تتحدى العالم لتثبت أنها قادرة على الوصول إلى أبعد من القمر والزهرة. سيسهم هذا المشروع في التعرف على التغيرات الطقسية على كوكب المريخ من خلال أخذ عينات يومية وموسمية من خلال مسبار إماراتي يدور حول الكوكب مرة كل 50 ساعة. معرفة هذه التقنية ستسهم في فهم أكثر لعلوم المناخ والتغلب على مرض العصر وإيجاد حل له، وهو مرض الدفء العالمي. الجميل أن هذا المشروع والإنجاز العلمي قد رافقه ولازمه روح وطنية، فبدأ بإطلاق الأمل في 16 من يوليو 2014 تتويجاً لجهود نقل المعرفة في علوم الفضاء التي بدأت في عام 2006 مع تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء ليصل إلى إطلاق المسبار. هنيئاً لأبناء زايد ولمواطني الإمارات ولكل الخليج العربي ولكل أمة العرب والإسلام. هنيئاً لتحقيق الإمارات أهدافها الاستراتيجية بجانب الأهداف العلمية للمشروع. ننتقل إلى صحيفة الوطن، حيث نشرت أن وكيل وزارة الخارجية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أكدت ضرورة التعاون المشترك مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الترويج السياحي لمملكة البحرين بالخارج خلال استفارات المملكة المعتمدة لجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية والمعارض التجارية في مملكة البحرين. نقرأ من صحيفة الوطن أن الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفة البنوضة كشفت أن الوزارة ستقوم باتخاذ 3 خيارات مع عودة العام الدراسي، وهي أما استمرار التعليم عن بعد، وأما مزجه مع الاعتيادي، وأما السماح بعودة الطلبة تدريجياً. نشر الصحيفة الوطن أن القائمة بأعمال إدارة السياسات والتخطيط البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة سوزان عجاوي كشفت عن الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية لجودة الهواء لإقرارها قريبا، بجانب زيادة محطات قياس جودة الهواء بالمملكة خلال الفترة المقبلة.
نقلت صحيفة البلاد أن العميد عبد الله الكبيسي مدير عام التفتيش والأمن الجمركي صرح أنه تم تمديد فترة حجز مواعيد الحاويات من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 8 مساء خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا يوم الجمعة، وذلك في إطار تلبية متطلبات السوق المحلي. بيّنت صحيفة البلاد أن وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد أعلنت تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في اليابان، ليكون الموعد الجديد لإطلاق المهمة يوم الجمعة الموافق 17 من شهر يوليو الجاري. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.